جائزة الأثر الاجتماعي جمعت فائزين في مشروع واحد، وهل أنسب وأنجح من إعلامي مميز ومحطة رائدة لتقديم هذه الخلطة في سبيل إحداث تحول في مجتمع يضج بالمشكلات على أنواعها؟ أدعو معالي وزير الإعلام الأستاذ وليد الدعوق لتسليم هذه الجائزة. مساء الخير. 20 عاماً من العمل اليومي، شكاوى الناس هي الأحب على قلبها. التزمت البحث عن الحلول، وهي التي اعتادت مهنة المتاعب حتى تحولت مهمتها إلى أهمها. نقلت برنامجها من إذاعة إلى تلفزيون، فاستحقت الـMTV 1000 تحية كونها الأولى التي فتحت ذلك الباب. الفائزة عن سوشيال إمباكت الإعلامية من تلفزيون الـMTV الآنسة ريبيكا أبو ناظم. وصلنا لبيروت، وصلنا للدنيا، وبعد لهلا ما عندنا ماي. طب اللي كان عم يختصي بالبنت تحت البيت عنا الساعه 11:30 بالليل، لا حاجز بالليل، والحراميه عم بيسرحوا ويمرحوا، والله مثل حر طباع صرنا. كب حدا سيجاره بالغلط وولع الخزنه وولع في البنايه، ما بيحق له جرير السيارات جوا، ما بقى فيه ولا اعلام رجعناه. اي متى يا مدام ريبيكا؟ نحن معقول نضلنا فيه؟ نحن ما عندنا الا الام تي في، والحل عندنا نضل نصرخ ونقول الحل عندنا. من التنين للجمعة 1:30 بعد الظهر على الـMTV. كانت بدأت المهنة بإذاعة صوت لبنان، وما كنت عارفة إنه رح يكون هالالتزام كتير كبير، هو التزام قضايا الناس. وأكيد الفضل للـMTV اللي هي صوت حر بخدمة الحرية. تسمحوا لي إني كمان أدعي البروديوسر جو أزي، واللاين بروديوسر دوريس الحاج ينضموا لإلي للمسرح، وبدي بهالمناسبة أيضاً إني أشكر آلي المر، الأستاذ جابريال المر، الأستاذ ميشيل المر، وكمان شخصين عزيزين قلبهم لبنان، فكرهم لبنان، إيمانهم بلبنان، فيوليت ومارون البلعة فيرست بروتوكول. وكمان بشكر أهلي لصبرهم علي. شكراً جو، شكراً دوريس.